بعدين هنا بتعملوا ايه؟ ابشر لقد عفونا عنك وبرأناك. برأتوني ازاي يعني؟ ايدي سميت نازل عن جميع المحاضر اللي ضدك وبرأناك من ذنب الشوكولاته. والمستند؟ المستند انا قدمته للمحكمة من نص ساعة. وصلك ازاي بقى؟ خواجة انسى، انا جبت لك المستند اللي انقذ حياتك. ايدك بقى على بقية الاتعاب. ايوه اهو اتفضل. شفت ابن اختك النجل؟ انتوا عصابة وحرامية، والمستند اللي معاكم ده مزور. ايه؟ مزور؟ ايوه مزور مزور. الله يستر جمار، كشف الملعوب اللي انتوا عاملينه. قلت له يتماشى مع وحوي، ياخد منه الفلوس ويديله مستند مضروب. مضروب؟ مضروب. ده انا اللي طلعت هندي. امك تخاف من الجوافه. جمار ادي الفلوس للبيل حمار. خد فلوس. اتفضل هذا الظابط. اتفضل ظابط. ايه في الشوكولاته؟ اتفضلوا قدام على الاسم. رحمتك اتكشفت يا استاذ. شفت يا بابي؟ شفت طمعك وصلنا لفين؟ وديتنا في داهيه. كلها ست اشهر وهترجعي ترقصي تاني. فتوح امر يا باشا. فتح عينيك على الكباريه والفشخره. يلا بينا. طمن يا باشا. اوعى يا جدع. كباريه في عينيا كان امي بالظبط. احنا سعادتك بتحلم بامك كتير، نفسنا نتعرف عليها. صراحة يا باشا انا ماليش ام، انا لاقولي جنب الكباريه. شكلك كده. سلام يا صاحبي. سامحني يا صاحبي. اعذريني يا خالتي يا صغيره. علموني ان الدنيا مصالح، المصلحه اهم من الشرف. كان متهيألي ان انا ماشي ورا المصلحه. عايز تقول ايه؟ يا احفظ وناس. هقول لك انا وناس. هي بتقول كلام ملوش دعوه بالروايه. ايه اللي مصلحه الضرايب؟ مصلحه ايه؟ انا ما عايز تروح مصلحه العقارات. قول لي بس وانا ساعدك. انا مصلحه لحاجه، انا كنت بس عايز اقول كلمتين كتير كلام يعني في الروايه يعني؟ اه في الروايه. مش في الروايه يا خالص. اه بس الروايه خلصت. المصلحه خلصت. والله؟ اه خلصت. ما انا حاسس انها خلصت. اه طبعا انا كنت عايز اقول كلام بقى مرة. بس خلصت امتى؟ البوليس داخل قبض على عصابه. اه والخير انتصر على الشر. لا التقليديه. ايوه انا حسيتك بتتكلم كلام تاني. ماليش دعوه. تصبح على خير. لا انت خلصت بقى. خلاص يا راح تقبض. سؤال شخصي. ايه هو؟ لجنه الفراعنه هتموت عليه. ايه ده؟ عجبك كده؟ 25 سنة شخط ونطق، شفتي وصلنا لإيه؟ سامحني يا فاضل، حاولت بطريقتي إني أحافظ على الشكل الاجتماعي بتاعي، افتكرت يعني لما أبقى الند بالند معاك والصوت العالي إني أحافظ عليك وعلى حياتي معاك، بس للأسف بقى كنت هتروح لواحدة تانية. الشيطان دخل ما بيننا والبيت كان هيتخرب، إذا كنت عايزة حقوقك إدي للآخر حقوقه. حاضر، ولو عايزة أستقيل من الشغل وأقعد أكل وأغسل وأطبخ أنا مستعدة. لا 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 تخنقيني حبيبتي، شوفي شغلك. انتوا ما شاء الله بقيتوا وزراء وقضاء، بس ما تنسوش الراجل. الست من غير الراجل كان لا يمكن توصل للي وصلت له. صح صح. بابي بارك لنا، جبنا لطفي. اهو كده بقى، اهو كده فرحوني بقى. اهو كده. ايه القمر ده؟ قمر زي البورس بس يجنن. قمر حبيبي يا عمي. شهادات؟ احسن تعليم يا عمي. خمس شهادات دكتوراه ماجستير. انت عايزه يطلع ايه؟ بواب طبعا.